نددت رابطة أمهات المختطفين في وقفتها الاحتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام سجن هبر الاحتياطي بتهديد الميليشيا الحوثية بزرع ألغام في السجن تمهيدا لتفجيره، وطالبت المحتجات بإطلاق سراح جميع المختطفين في كافة سجون الميليشيا دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين على سجن هبرة الذين هددوا السجناء وعذبوهم نفسيا وجسديا. ودعت المحتجات متشاوري الكويت إلى الجدية وتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه المختطفين وجعل قضيتهم في مقدمة أولوية الجولة الجديدة من المفاوضات. وكان المدعو أبو علي المسؤول الأمني للميليشيا بسجن هبرة أمس هدد المختطفين بتلغيم المبنى وتفجيره إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد المختطفين في السجن. وجاءت وقفة اليوم استجابة لمناشدات المختطفين عبر أهاليهم للضغط على الجهات المسؤولة بسرعة النظر في موضوع المختطفين والبت في قرارات الإفراج عنهم. وحملت رابطة أمهات المختطفين الميليشيا المتمردة وأفرادها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامة أرواحهم وتعريض حياة المختطفين للخطر، وطالبت رابطة أمهات المختطفين وأهاليهم الجهات القانونية برفع قضية ضد القائمين على سجن هبرة ومختلف السجون والمعتقلات في أمانة العاصمة وتكثيف الفعاليات والأنشطة المطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية ضمن المطالب الحثيثة لرابطة أمهات المختطفين بالسعي لإطلاق جميع أبنائها المختطفين لدى الميليشيا. مختطفينا في خطر، ونحن أهالي المختطفين، أهالينا في المختطفين في السجون يبلغون بأنهم مهددين في السجون وأن السجون سوف تلغم وسوف تفجر، ونحن ننادي المتفاوضين في الكويت أن يقرروا بسرعة تنفيذ قرار 22/16. رمضنا وهم مش موجودين، وعيدنا وهم مش موجودين، وهم فوق هذا كله في خطر في السجون، فننادي بإخراج المختطفين بأسرع وقت.